ترهل بهالمنطقة، الحواجب شوي بتنزل، الأنسجة الجلدية اللي هون بتزيد، بعدين بنحسها بالرقبة بأسفل البطن، خاصة عند المرأة بعد ولادات عديدة بتلاقي الترهل بهالمنطقة ممكن يكون كثير يعتبرها متوسط. من اي عمر؟ ما في عمر معين؟ فينا نقول مثلا حسب بعد 30 بنبلش نشوف هالتغيرات بالجلد اي او ابتداء من 30 خاصة إذا جلد رياضي. اوكي كده. فرجينا كم صورة دكتور. طبعا كثير ناس اللي صار عندهم ترهل كثير مهم في قص جلدي اللي هو الفيس ليفت، اما شد البطن، بس صار في عندنا علاجات صارت بتكبس الجلدي بدون ما يكون في اي اثر على جلدي، الجلدي مثل كانه عم تنكوى البطانه تبعيتها وبتشد لجوا. صار فينا نعالج الوجه كما صار فينا نعالج البطن، دكتور فينا بس نبرمهم على الكاميرا ليبينوا. نعالج البطن وناخذ نتيجه حلوه كثير اوقات بجلسه واحده. والجديد بهالتقنيات انه صار فينا حتى نعالج الجلد اللي فوق العين، هيدي عاده بدها عمليه جراحيه، بس هلا صار فينا نعملها بعلاج او علاجين بمكانات كثير سهله بالليزر يعني بالليزر بنوع صار من في الليزر اوكي علاج حراري وبيخفف من هالترهل. جلستين بس و جلسه او جلستين عاده بنشوف بتكفيني. الفرق منيح. اي طبعا مثل ما وعلى بين الوجه هون كمان الليزر فينا نعمله هو نفسه على الوجه نفس. على البطن تحت على الذراع اما كيف بيشتغل الفخذ، هالليزر يعني شو هذا بيصير؟ بحمي الكولاجين. اذا بتاخذي شقفه لحمه وبتسخنيها بتلاقيها بتشد حالها، اذا حمينا الكولاجين بالجلد لحراره معينه ما بنتخطاها هالكولاجين بيشد وكانه بيكرنش شوي، مش بس هيك بس بنخليه يرجع يجدد حاله، دونك الجلد بترجع لنضارتها وقساوتها. طب ما ليه ما كل العالم بتلجأ للليزر لانه تقنيه بدل الجراحة يعني؟ بعد شوي حديثه، طبعا ما بتفيد الناس اللي عندهم ترهل كثير متقدم، للناس اللي عندهم ترهل بعده باوله او صار متوسط فيهم كثير يتحسنوا، لانه تقنيه بعد جديده بعد شوي غاليه، دونك ما كثير ناس قادرين يعملوها بعد. في مخاطر بالليزر؟ عادة لا، بس كل جهاز اوقات ممكن يصير فيه غلط اما ما يشتغل مضبوط يصير فيه شيء حادث، بس عادة شو معقول هالاشياء يصير يعني حرق او ممكن يصير في حرق بس هذا شيء نادر جدا. دكتور توما شكرا على حضورك. نحن رح نتوقف مع استراحة قصيرة تبقوا معنا موضوع حلقتنا عن إعادة الصف.